يكتسي أهمية كبرى سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وكما تعرفون أن المغرب بحكم تموقعه الجغرافي المتميز، وكان على مر العصور يعني المغرب بلدا للعبور والاستقرار، حيث شهد حركة هجرة متنوعة شاملة الهجرة. نجتمع اليوم بدعوة كريمة من جمعية أبناء فيدرالية أبناء سيدي سبناني من أجل مناقشة موضوع وتيمة أساسية لها راهنية ولها كذلك أولوية ضمن السياسات العمومية والعامة الوطنية، وهو موضوع الهجرة. هذا الموضوع الذي يثير مجموعة من الإشكالات وبطبيعة الحال يرتبط بمجموعة من المجالات ويسائل السياسات العمومية، إما باعتبار المغرب بلدا مصدرا للهجرة أو بلدا مستقبلا لها. وفي هذا الإطار يعني تندرج مجموعة من التشريعات ومجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي تقوم في جوهرها معالجة هذه الظاهرة التي تمس باستقرار المجتمع وتقتضي نجاعة وتقتضي كذلك يقظة وتعبئة مجتمعية من أجل مواجهة هذه الظاهرة، على اعتبار أن استفحالها سواء في شقها أو في تمظهرها النظامي أو غير النظامي يؤدي إلى هدر الرأسمال البشري الوطني الذي يهاجر إلى عوالم أخرى بحثا عن آفاق أخرى، في حين أن هناك أولويات وهناك تحديات تواجه بلدنا تقتضي تضافر الجهود وتعبئة كل الروافد وكل المقدرات البشرية لهذا الوطن. ثم على مستوى آخر أن المغرب كبلد مستقبل للهجرة تطرح أمامه مجموعة من التحديات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الأمنية، وهذا ما يقتضي سياسة ناجعة شمولية تعطي للمغرب إمكانيات الاستفادة من أبناء القارة، على اعتبار هذا التوجه الجديد في السياسة المغربي الذي يروم الاستفادة من أبناء القارة وعوض نظرة اختزالية لهذا المهاجر الإفريقي. وهنا يمكن كذلك أن تندرج المبادرة الأطلسية للمملكة، مجموعة من المبادرات التي تقوم في جوهرها وفي عمقها وفي فلسفتها إعطاء القيمة للإنسان الإفريقي. والهجرة يمكن كذلك أن تكون عاملا مهما للاستفادة من كل روافد الانتلجنسية الإفريقية، شريطة أن تتوافر كل سبل النجاعة والفعالية والتنسيق المشترك سواء على المستوى الإقليمي أو حتى على مستوى الدولي في هذا المجال. الهجرة الغير النظامية طبيعة الحال يعني بين التهديدات الأمنية والخطر الإنساني. حينما نتحدث عن الهجرة الغير النظامية بين التهديد الأمني والخطر الإنساني، نستحضر يعني مجموعة من النقاط، أهمها الهجرة الغير النظامية الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء. بالتالي أن إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل على وجه الخصوص يعني تعرف عدة أزمات، أزمات اقتصادية، أزمات أمنية، سواء يعني أزمات إنسانية كذلك، مما يؤثر سلبا على المجتمعات الشعوب، وبالتالي يعني هذه الأزمات تؤثر بشكل أو بآخر على التوافد أو الهجرة النظامية الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء نحو المغرب الذي أصبح عوض بلد عبور بلد الاستقرار. هنا نتحدث عن أن المغرب هو اليوم مطالب بتحقيق نوع من التوازن على المستوى التوازن بين تحقيق درء التهديدات الأمنية الوافدة بسبب الهجرة الغير النظامية، وكذلك تفعيل أو الحفاظ على حقوق الإنسان، وهذا ما أدى إلى تأثير هذه الهجرة على المجتمع المغربي، مما أدى كذلك إلى ضرورة سن مقاربات على غرار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بشقيها الأول والثاني. كذلك نتحدث عن الإشكالية يعني الثابت والمتغير على المستوى الإقليمي لتحقيق نوع من التعاون على مستوى تدبير هذه الهجرة. وبالتالي اليوم نحن مطالبون من أي وقت مدى بضرورة البحث عن المشترك لتجاوز كل هذه الأزمات التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية. طبيعة الحال هذه الهجرة غير النظامية هي بطبيعة الحال لها أبعاد أمنية صرفة، يعني نتحدث اليوم على أن المهاجرين يعني يؤدون إلى الإرهاب أو إلى إزمات أو إلى إجرام وما إلى ذلك، ومما يؤثر سلبا على المجتمع المغربي. وبالتالي اليوم يجب تحمل المسؤولية للجميع سواء على مستوى
الاتحاد الإفريقي، سواء على مستوى شمال إفريقيا، سواء كذلك على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي تحقيق المشترك أو البحث عن المشترك هو الأساس لتجاوز آفات الهجرة الغير النظامية بمختلف أبعادها، والحفاظ على الموازنة بين الموازنة الأمنية من جهة، والحفاظ عن حماية ويعني حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والقاري وكذلك على المستوى الدولي. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.